تفضل تفضل، تعال تعال شد حالك يا زلمة، شبك مع السلامة. عين هي لوين؟ على اليمين ولا على الشمال ولا فوق ولا تحت؟ وصلى الله وبارك. اهلين، مع السلامه. تفضلوا. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا فيكم، نطرتوا كتير. ما ساعة ونص بس. أنا كتير بعتذر عن هالفوضى اللي واقعين فيها. ولا يهمك دكتور، بالعكس. بصراحة قصة الانتظار عم تزعجني مع كل المرضى اللي عم يجوا لعندي. يعني هو بس سؤال دكتور، إنه ليش ما في موعد؟ ليش كله انتظار؟ لأنه ما عندي سكرتيرة. أكتر سكرتيرة طولت عندي أسبوع واحد وراحت. تفضلي. شكرا. شرفي. شكرا، عاملة دايت. أي ولا يهمك. صحيح، بالمناسبة في حواليك يا نور سكرتيرة حلوة هيك مثلك؟ ايه في حواليها، قصدي حوالينا في وحدة إذا بدك أحلى من نور لسه بمية مرة. حلو هالكلام، مين؟ طبعا أنا. لكن ولي أنت أحلى مني؟ لك خلص بقى نور، هاي المقومات بدها تنزل بالسي في، وإلا كيف بدك يعني لاقي شغل؟ ايه حبيبتي، بس هذا دكتور عيون، يعني ما فيك تضحكي عليه. بالله شو قصدي؟ اختي انا احلى منك واحلى منك 100 مره كمان. منيح هيك؟ طيب لا تزعلي. اي اصلا ميحي. لو تعرفي الركاب شو كان يصير فيهم ايام ما كنت نظيفه. ما فيني اتخيل. لا ما فيك تخيلي يا ستي، في مره واحد ضل يلحقني من طياره لطياره ومن مكان لمكان اكثر من شهر. اي شو صار؟ طلع ضابط امن الطياره. ما طلعت الطياره الاهلي. نور بلا غلاصتك، لا تطيري لي فرحتي، ما صدقت انت لقيت شغل بكره رح بلش دوام. خلص حبيبتي، بس ان شاء الله بدك تاكلي علي الحلوان. لا شو اكل عليك الحلوان، انت طولي بالك علي، بس اقبض اول راتب واحلى نص سوقيه عوامه بالعالم. لا حبيبتي، مسامحتك بالحلوان. الو نسمه. اهلين ابو علي.